السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: البنك المركزي العراقي بوابة لنهب الخزينة العامة. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة عبر سكايب الدكتور صباح علا والخبير الاقتصادي، وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. يعاني العراق من أزمات اقتصادية متتالية فاقمت من معاناة المواطن العراقي في جوانب حياتية أخرى، ولطالما وجه العراقيون أصابع الاتهام للأحزاب التي شكلت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والتي كانت السبب في ضياع ثروات البلد المالية إثر سلبها وتهريبها إلى الخارج. بعض منها ذهب لحسابات السياسيين الفاسدين، وبعض آخر دعمت فيه اقتصادات بعض الدول وفي مقدمتها إيران. بعد 20 عاما من الفساد والفشل في إدارة الملف الاقتصادي العراقي، وصل اليوم الحال بالدينار العراقي ليلامس حاجز 170 ألفا لكل 100 دولار، وهو ما سبب أزمة خانقة فاقمت من معاناة العراقيين. ورغم وعود الإطار التنسيقي بإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل حكومة الكاظمي، إلا أن توجه الإطار الحقيقي عبر أدواته وبمشاركة أحزاب أخرى كان عبارة عن تهريب الدولار إلى إيران من أجل تخفيف الضغط الاقتصادي الذي تعانيه بسبب العقوبات الأمريكية. الموضوع لا يقف عند هذا الحد، إذ تحول البنك المركزي العراقي إلى بوابة لتغذية الفاسدين وميليشياتهم بالمال اللازم لديمومة الفوضى الأمنية في العراق. وهنا نسأل: كيف يمكن أن ينتهي استنزاف المال العراقي عن طريق البنك المركزي؟ وهل العقوبات الأمريكية على مصارف في العراق وإجبار العراق على التعامل ضمن نظام سويفت يمكنها أن تعيد الاستقرار للاقتصاد العراقي؟ هذه الأسئلة وغيرها بإمكان حضراتكم المشاركة للإجابة عليها، لكن بداية دعونا نتابع هذا الجرافيك الذي يبين بعض الحقائق بشأن الأموال المنهوبة في العراق. Thank you.
مشاهدينا الكرام، تابعنا بالأرقام بعض الحقائق المتعلقة بالفساد الموجود، الفساد المالي الموجود في العراق وتهريب العملة إلى الخارج، ومن هي الجهات التي تقف خلف هذه السرقات. ربما تم الإشارة إليها بشكل غير مباشر من قبل بعض المسؤولين، لكنها بالطبع معلومة للعراقيين. أرحب بالدكتور صباح علاوي الخبير الاقتصادي معنا عبر سكايب، حياكم الله دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، بداية نسأل عن الأسباب، أو يتساءل المواطن العراقي عن الأسباب التي قادت إلى انهيار اقتصاد بلده بهذه الطريقة. تحية لكم ولقناتكم المتابعة للشأن العراقي. حياك الله. حقيقة الاقتصاد بني ليس منذ 2003، وإنما منذ فترة طويلة، أكثر من 50 عاما. العراق دخل في متاهات مختلفة وفي أوقات حرجة أدت إلى عملية هشاشة الواقع الاقتصادي. نعم. يعني الحروب التي قادها العراق مع إيران 8 سنوات، دخولنا الكويت، الحصار حوالي أكثر من 20 عاما. نعم. وهنا 20 عاما أيضا أخرى، يعني 40 عاما من حالة التدهور وهشاشة النظام الاقتصادي بالعراق. لكن دكتور، ولكن هنا بعد هنا 2003، أرجو المعذرة. نعم. لكن الفصل ما بين الزمنين واجب، لأن عندما نتحدث عن النظام السابق نتحدث عن حروب، عن حصار، لكن بعد 2003 حدثت انفراجة من كافة الجوانب، تم رفع القيود عن العراق، إخراجه من البند السابع، إعادة أموال كانت لدى أمريكا، وبالتالي ما السبب بعد 2003؟ نعم، أنا أتكلم عن التركة التاريخية للاقتصاد العراقي الذي لم ينبني على شكل مؤسساتي. نعم. حقيقي. 2003 من أولى سلوكيات الاحتلال وبمجيء قوى سياسية لا تمتلك الإمكانية الحقيقية في إدارة الدولة وخاصة الاقتصاد. نعم. ولذلك نلاحظ منذ 2003 ولغاية الآن الاقتصاد العراقي حالة من الفوضى الغير واضحة المعالم، أنه إلى أي اتجاه يسير. لا هو نظام باتجاه نظام رأسمالية الدولة، ولا هو نظام القطاع الخاص والنظام الحر المفتوح، ولا هو النظام المشترك أو غير ذلك من الأنظمة الاقتصادية المختلفة، وإنما هذه القوى السياسية أهمها الأساسي وأهدافها الجوهرية هو عمليات تدمير ونهب الإيرادات والثروة العراقية بأي صورة كانت، بتدخلات أجندات خارجية ساعدت هؤلاء على بقائهم في السلطة. نعم. على مدى 20 عاما هم يعملون على تدمير الاقتصاد العراقي، ولذلك نلاحظ أصبح العراق بلدا ريعيا بنسبة 99%. نعم. ولذلك بمجرد أن يحصل أي خلل في عملية أسعار النفط العالمية انخفاضها يؤدي ذلك إلى كارثة، بحيث الحكومة لا تمتلك إمكانية حتى أن تعتمد مرتبات الموظفين. سنأتي إلى جزئية المرتبات بعد قليل، لكن السؤال، طيلة 20 عام لم، مثل ما تفضلت، لم يؤسس نظام حقيقي اقتصادي يعين الدولة العراقية على النهوض، يساهم في نهضة القطاعات المختلفة وبدعم المواطن بشكل أهم. لكن عندما وصلنا إلى هذه النقطة التي اتخذوا فيها قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، من وجهة نظر اقتصادية هل كانت خطوة موفقة؟ ما الداعي منها؟ ما الهدف منها؟ حقيقة غير موفقة مطلقا، بل العكس، أدت إلى أولا زيادة في حالة التضخم في الأسعار، وهذا واضح وانعكاسه على دخل المواطن. نعم. الذي سرقت منه بحدود حوالي 20 إلى 25% من مرتبه، خصوصا المرتبطين بإدارة الدولة. نعم. إضافة إلى ارتفاع الأسعار الذي تحجج به التجار، والتجار هم
لهم وهم واجهات لأحزاب فاسدة. يعني هنا أصبحت العملية أن داخل الدولة مافيا كبيرة جدا تتحكم باقتصاد الدولة وإيراداتها وعمليات التخصيص للموازنات التي لا تعتبر موازنات منذ 2003 ولغاية اليوم، ما هي إلا عبارة عن عمليات تخصيص أموال موجودة ناتجة من إيرادات النفط تخصص للوزارات حسب احتياجات الأحزاب التي مكلفة بإدارتها، بحيث كل وزارة تمتلك الاستقلالية الكاملة دون التنسيق مع الوزارات الأخرى حتى في جانب الخدمات. نعم. يعني لما نكون وزارة الكهرباء في منتصف 2015 و16 إلى 18 تقريبا وحتى 19 نلاحظ تشتكي من أن وزارة النفط لا تزودنا بالطاقة كي تتم عمليات زيادة الإنتاج في الطاقة الكهربائية، مما يدفع وزارة الكهرباء باستيراد الكهرباء من الخارج وبالذات من إيران، إضافة إلى استيراد الغاز ويحرق الغاز على مدى 20 عاما دكتور. بتكلفة تقدر بأكثر من 5 مليار دولار. حضرتك تفضلت وذكرت الجزئية المتعلقة باتخاذ خطوة تخفيض قيمة الدينار العراقي هي خطوة خاطئة. كانت الأهداف المعلنة من قبل وزارة المالية أنها ستساعد في استقرار الوضع الاقتصادي، هناك أبواب أخرى ربما ستساهم في تنشيط قطاع الصناعة وما إلى ذلك، يعني ربما هذه الأبواب لا أعلم حقيقة ما الذي تحقق منها، لكن السؤال هو الآن هذه الخطوة التي اتخذت وجاء بعدها محمد الشيع السوداني مرشح الإطار الذين وعدوا بخفض قيمة الدينار، السؤال هل هناك يعني دعامات اقتصادية تساهم في تقوية هذه الخطوات أو دعم الخطوات المعنية برفع قيمة الدينار أو خفضها؟ طيب أن يعيدوا قيمة الدينار إلى ما كانت عليه في السابق، هل لديهم مقومات تدعم هذه الخطوات؟ لا توجد أي شكل من أشكال المقومات والعوامل والبيئة، البيئة الأساسية التي يمكن أن ترفع من قيمة الدينار وتعيده إلى سابق عصره كما نقول عندما كان قبل 2003 أو قبلها بأثناء ما كانت هناك حالة من حالات الدينار بقوته طيلة فترة الحرب العراقية الإيرانية كانت 3 دولار لاحظ، ولكن نتيجة للحصار والتضخم الذي حصل أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، والحصار كان قاتلا حقيقة. ولكن بعد 2003 الإيرادات عالية جدا، متطلبات الوزارات والمؤسسات الحكومية المسؤولة في جانب خدمة المواطن اللاحظ لم تقم بعملها الحقيقي، وذلك بخلق فرص إنتاجية لدعم الإيرادات من خلال إيجاد قوة صناعية زراعية وغير ذلك، امتصاص البطالة، تخفيض نسب الفقر. ولكن زاد الطين بلة أنه ما بعد انخفاض أسعار النفط اللاحظ اتخذت الحكومة قرارا بعملية رفع قيمة الدولار مقابل الدينار بدلا من 1200 إلى 1460 وحاليا 1560 تقريبا أصبح. نلاحظ هذا الجانب أصبح خطيرا على كاهل المواطن، مما أدى إلى زيادة في عملية الفقر، زيادة في الأسعار نتيجة لارتفاع قيمة الدولار. التجار استثمروا هذا الجانب برفع الأسعار للمواد بكل أشكالها. بنفس الوقت تتزامن أن الدولة لم تفي بوعودها في مسألة البطاقة التموينية. يعني لو كانت البطاقة التموينية كما كانت قبل 2003 في توزيع المواد الغذائية بقيمة لا تتجاوز 10% من مرتب ودخل الفرد، سيكون المواطن في ارتياح. هذا جانب كلش مهم. طيب. ولكن مع الأسف سرقت طيلة فترة 20 سنة الماضية
أكثر من 60% من تخصيصات البطاقة التموينية ومستمرة، ولغاية اليوم نلاحظ رافقها عملية انخفاض قيمة الدينار، القيمة الشرائية أرجو منك للمواطن. تبقى معي دكتور، أرجو من حضرتك تبقى معي دكتور صباح. نعم. سأعود إليك بعد قليل، لكن الآن مشاهدينا الكرام وكما عودناكم في برنامج منبر الرافدين نجري استطلاعات آراء للمواطنين العراقيين في الداخل، وحقيقة نزلنا إلى الشارع في الوقت الذي جرت فيه تظاهرات أمام البنك المركزي يوم أمس من أجل المطالبة بإعادة سعر صرف الدينار إلى ما كان عليه في السابق. أجرينا بعض الاستطلاعات للآراء وجئناكم ببعض منها، دعونا نتابع ثم نعود. العراق ما بقى على مشكلة واحدة، مشاكل مستمرة ابتداء من 2003 ولغاية اليوم، حلقة مستمرة، مسلسل مستمر من المشاكل. اليوم سؤال حضرتك هو حلقة في هذا المسلسل، كمواطن وشاركني به يمكن ملايين العراقيين، أكو مؤامرة على العراق. مؤامرة منين؟ السيناريو التخطيط أمريكي، تنفيذ إيراني، إيران تنفذ عن طريق عملائها وذيولها. حلقة مستمرة، ما يحدث اليوم اليوم هو مؤامرة، غاية منها مزيد من الخراب، مزيد من النهب، مزيد من التدمير. هاي خطوة يعني تخلي السوداني يضحك بها على نفسه مو على الشعب. يعني أنت تجيب علي جعفر العلاق اللي هو فاسد مرتشي فاشل، البنك المركزي يعني سنان الشبيبي رجل محترف معروف اشتغل في بنوك ومؤسسات مالية عالمية، طلعوه جيبونا بمؤامرة طبعا من المالكي، معروف هذا الأمر هذا، وطلعوا الرجل راح إلى خارج العراق توفى لا ما أعرف. مهم جيب لي واحد فاشل من حلقة بيت العلاق، شنو مؤهلاته؟ هذا اللي هو بلسانه معترف على غرق 7 مليار دينار عراقي، اللي ما يأمن على خزن الدينار. يعني أنا هسه لو عندي ملابس احفظها في خزنة في مكان محترم، هاي الجنطة شايلة خلي بها أوراقي ما عليها شيء، بس أنت فلوسها تخليها وتغرق عن أي شعب يضحكون. نعم يعني على ما يبدو هم الناس متقوين، هو حاصر نفسه في منطقة خضراء وعنده فصائل مسلحة مثل ما ذكر إلا 50 فصيل مسلح، ما راح تأثر شيء، لكن هي خطوة لازم أنا أحتج لازم أقول بصوت عالي، بس كتأثير ما لها تأثير. صرف الدولار هذا ضد الفقير، والله الفقير انتهى، فقير انعلس، فقير قام ما يشتري طبقة البيض 8000 دينار اليوم، طبقة ب 8000 دينار، الله شاهد 8000 دينار اليوم على المواطن، منين يجيبها المواطن؟ الإمام الحسين عليه السلام يقول لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، وين الإصلاح اللي طلعوا بدولة؟ 20 سنة نفس الأسماء تكرر، نفس الزبالة حشاك، المالكي والعامري وقيقو وما أدري ياهو، نفس الشيء. الدولار والله شني، والله إيران تطلبنا فلوس لازم نعطيها بالدولار، إيران عندها فلوس عراقية لازم نعطيها دولار تشتري بالدولار، والدولار اليوم 161 163 والعالم معزلة اليوم، كل الناس اللي بالشورجة كل التجار حوالة واحدة ما جايتهم، ما حد يودي لهم، ليش؟ ما يقدر يشتري، هذا المواطن ما يقدر يشتري بالمحل، يشتري الدولار ب 58 او 60 يروح يوديه هو مشتري ب 48. طبعا لعبه سياسيه، لا شنو؟ هو مناسب كل واحد يشتريها، مناسب جاي يشتروها ملايين الدولارات، صيرفات خمس صيرفات ببغداد تابعه للاحزاب هي تتحكم بسعر صرف الدولار. طبعا اكيد اللي قاعد يحصل من تقلبات في سعر صرف الدولار هو بسبب تهريب العمله الى الخارج والمصارف الوهميه والفواتير المزوره. فالبنك الفيدرالي الامريكي يحاول الحد من هذا التهريب ويحاول معاقبه الدول التي تعتبر ضمن محور الممانعه، فبالتالي تقللت الدفعات من السيوله النقديه من الدولار الى العراق، هذا بالتالي اثر سلبا، هناك مصارف وهميه ما زالت تعمل، هناك فواتير مزوره، هناك تهريب للعمله الصعبه، هذا كله بالتالي ينعكس على الاسواق المحليه وينعكس على الوضع الداخلي العراقي. اليوم احنا هنا نريد نوصل صوتنا كناشطين انه لازم يتم وضع حل لهذه المهزله، وضع الحل لا يتم بتبديل الشخوص، مشكلتنا مو بالشخوص، مشكلتنا بالاليه اللي قاعد تصير، مشكلتنا بعمليه تهريب العمله لحد الان ما قاعد تسيطر عليها الدوله العراقيه. يجب وضع حل حقيقي ووضع حلول حقيقيه ناجعه للخروج من هذه الازمه.
أو سيؤدي بالتالي إلى ثورة الفقراء التي تنبأ بها السيد السوداني في 2018. لا، إحنا صوتنا عالي، وبالتأكيد هذا تسمع الحكومة، والحكومة عدم مجسات وعدها مراقبين. بالتالي اليوم المظاهرة إذا كانت 5000 يجوز باكر أكبر عصر 500000. بالتالي الكل متأثر من موضوع سعر صرف الدولار، الغني والفقير والموظف، حتى الطبقة الوسطى اليوم مهددة أنه هي ترزح تحت خط الفقر إذا استمر الحال إلى ما هو عليه. لا، هو دا يعيد أمجاد الحكومة العميقة، دا يعيد أمجاد حكومة المالكي. هاي الإصلاحات الترقيعية ما تجيب نتيجة. طبعاً هي المتاجرين بقوت الشعب العراقي خلوا أوصلوا أحوال البلد وأحوال الشعب العراقي لهالمرحلة هاي، والظروف الصعبة اللي دنمر بيها. شنو اللي استفاد المواطن من زيادة الدولار؟ شنو اللي حصلناه من زيادة سعر صرف الدولار؟ الأسعار مع الجنار، شغل ماكو، شباب عاطل عن العمل، عوائل حصر عليها تاكل، ناس اليوم نطلع لنا على 1000 دينار لو نحصلها لو ما نحصلها. من اللي استفاد؟ هم بس الباقة ونهبة وسرقة، واللي خدمة واللي حكموا البلد على مدى 20 سنة، شنو اللي حصلناه من زيادة الدولار؟ ليه زيدت الدولار على العراقي؟ ليه زيدت الدولار على الفقير؟ شنو احنا مين يعني؟ مين الشعب العراقي إذا ماكو شغل ماكو عمل؟ ما حي مين يجيب؟ اليوم الشعب العراقي مين يجيب؟ العائلة مين يجيب؟ المواطن عليه مسؤوليات. ليش؟ هسه ما مهتمين لزيادة سعر صرف الدولار، مهتم المسؤول هسه بطل الزيت ب 4000 وطبق أبيض ب 8000، هسه المسؤول خلي يصير الورقة ب 600000 700000، ما يهمه. ليش؟ لأن فلوس ورواتب بالملايين وعايشين ومتنعمين بهالخير وبهالفلوس، وهاي وفلوس النفط الباقو والنهبه. هذا مو بنك المركزي، هذا بنك الحراميه والفازين واللي نهبه وسرقه وخيرات العراق على مدى 20 سنه. دمرونا بالدولار، دمرونا اليوم، حصره علينا عمي، حصره على المواطن. كل شيء صارت ظروف تعبانه، ظروف الناس جوعانه. اليوم الناس جوعانه، افهموها يا سياسيين يا الناس جوعانه. الناس كتلها الجوع والضيم والقهر والفقر على مدى 20 سنه. استمعنا مشاهدينا الكرام إلى بعض من آراء المواطنين، سنأتيكم ببعض آخر بعد قليل، لكن نستمع سريعا إلى السيد أبو علي من لندن. تفضل يا أبو علي. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي أبو علي. نعم. تفضل. كل ما تومان ينزل، أي، كل ما الحصار الأمريكي والأوروبي، هاي المسرحيات على إيران، كلما ميليشيات وعصابات الخضراء ينهبون ويسرقون ملايين الدولارات، مليارات الدولارات يودوها الى ايران. من هذا الدولار ارتفع انه ميليشيات ايران وعصابات ايران ما يريدون النظام الايراني يسقط. نعم. الان الاموال العراق، اموال الشعب العراقي كل مدعوم، يعني داعمين النظام الإيراني. النظام الإيراني. بعدين تطلعون مظاهرات سلمية، أخي هاي مظاهرات الميليشيات. مظاهرات الميليشيات. عن منو تقصد؟ عن أي مظاهرات؟ عن أي مظاهرات تتحدث؟ ما أنت. مظاهرات. المظاهرات اللي كانت أمام البنك المركزي، تظاهرات ميليشيات. أخي طبعاً هو اتفاق. شنو السبب؟ أستاذ محمد، هذول احنا نعرفهم. ما اكو صدى، عندك صدى لو عد الصدى. ما اعرف حقيقه، اكو يمكن شويه صدى. نعم. هذول نعرفهم اخي. ما انت تروحون توقفون امام البنك المركزي وتطلبون منهم تعهدات، اي تعهدات؟ انت على اي تعهدات؟ سيد ابو علي، حضرتك تعمم الان، وهذا التعميم طبعا غير صحيح، لانه اللي شاهدناهم بالمقاطع اللي ظهرت وبالحديث اللي حصل، مواطنون عراقيون بالنهايه عبر عن اللي بداخله. انت شلون عرفت ان هم اتباع ميليشيات؟ يطالب المرجعيات اخي، يطالب المرجعيات. مرجعيات طيب. منو يعني؟ سيستاني. خلينا نكون واقعيين اخي، نترك المجاملات ونترك الحكي التصفيق. تعرفي ملينا 20 سنة يبوقونا ويلهبونا، وهذا صمام الأمان السيستاني للميليشيات. طيب. وللعصابات. ماشي. سيد أبو علي بس نعم، أنا أشكر حضرتك وطبعا أعتذر لأن الوقت ضيق للغاية. أعود للدكتور صباح علو مرة ثانية. استمعت حضرتك إلى حديث المواطنين العراقيين، أحدهم قال البنك المركزي هو الذي اغتنى بسببه الفاسدون،
تم يعني تنشيط الميليشيات عن طريق دعمها بهذا المال الذي غذت نفسها به بشراء السلاح والعتاد وما إلى ذلك. كيف تحول البنك المركزي إلى هذه البوابة التي غذت الفاسدين ونمت الميليشيات؟ الجانب الجوهري والأساسي أن الفساد حاول أن يكون مشرعنا عمليات السرقة أو عمليات غسيل الأموال بكل أشكالها واتجاهاتها أن تكون مشرعنة أمام العالم وليس أمام الشعب العراقي. فابتدعوا عملية مزاد العملة ما بعد 2003. وكثيرا من السياسيين الشرفاء والمستشارين الاقتصاديين والماليين على مدى 20 عام الماضية طرحوا كثيرا من المفاهيم أن بيع مزاد العملة ما هو إلا حالة من حالات تشجيع عملية الفساد وسيصبح بوابة لعمليات غسيل الأموال بكل أشكالها، وهذا ما دفع ليس المافيات الموجودة فقط في العراق وإنما مافيات الإقليمية والدولية تتعاون مع هؤلاء في الداخل، وأدى ذلك إلى هذه السرقات التي حقيقة ليست نقول أنها سرقات القرن وإنما لم تحصل في أي دولة بالعالم، حتى الدول التي انهارت اقتصاديا سياسيا اجتماعيا لم يحصل بها على مدى 100 طيب سنة الماضية. دكتور، مؤخرا البنك الفيدرالي الأمريكي فرض عقوبات على مصارف في العراق، أخضع العراق لنظام سويفت، وبالتالي أي دولار يتم إخراجه من العراق يجب أن يمر عن طريق الولايات المتحدة لمعرفة اتجاهه. لماذا الولايات المتحدة الآن اعتمدت على هذا النظام؟ وطبعا هذا النظام أثر على مزاد بيع العملة، زمان كانت يتم بيع أكثر من 250 مليون دولار في اليوم الواحد، الآن تقلص المبلغ إلى 50 مليون دولار في اليوم الواحد، وبالتالي ضيقت على هذه الأحزاب والميليشيات. لماذا الآن بعد 20 عاما؟ بعد 20 عاما، نعم، الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الحبل على الغارب حقيقة للسلطة الموجودة والقوى السياسية والأحزاب الفاسدة أن تتصرف بالمال العام، ولكن ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتدخل إيران في مساعدة روسيا والموقف السياسي من الحرب، لاحظ، أدى إلى إسراع الولايات المتحدة الأمريكية بعمليات الضغط على إيران، حتى أن الاتفاق النووي والمفاوضات حولها توقفت بسبب وجود هذا الحاجز الذي طلبت الولايات المتحدة الأمريكية على إيران أن تتوقف في عملية دعم روسيا بكل أشكالها سياسيا اقتصاديا عسكريا ماليا وغير ذلك. هذا الجانب هو الذي أدى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ هذه الإجراءات وهذه القرارات، ولكن يجب أن نعلم أن نظام سويفت يعمل منذ عام 1977، وتدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن أكثر من 200 دولة في العالم تتعامل من خلال هذا النظام، ولذلك نلاحظ حاليا تحاول أن تعمل على التضييق ومحاولة خنق الإيرادات التي تدخل إلى إيران، وكلنا ندرك أن إيران تحاول جهد إمكانها أن تساعد أذرعها وميليشياتها والنفقات المختلفة المالية لهذه القوى المنتشرة في المنطقة. طيب، أعود لحضرتك بعد لحظات دكتور. نستقبل الآن السيد أبو علي من الديوانية ويانا، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. والله يا حبيبي هاي الدولار اللعبة سوتها الحكومة لكي الغطاء على الفساد وعلى البنى التحتية بالجنوب المتهالكة لا أكثر ولا أقل. يا إحنا ناس بالدوانية ناس أغلبية جوعانة فقرة، وواحد أنا كلها كذابة، سووا شغلة الدولار على مدلهون على جماعتهم
نوابهم الفسد بالديوانية ومحافظهم الفاسد يغطون عليهم. نعم يا أخي مات الدولار، يعني هم الدولار اليوم جو ولا اليوم شو نفط البصرة نفط الجنوب، ترس مصارف العالم، ترس مصارف دول الجوار، ترس المصارف العالمية كلها. أهل النفط تمشي لهم نفسيتهم، أهل النفط حبات وجع رأس ماكم المستشفيات مالتنا. نعم الله وكلك والعباس كفيلك، الشطوط مالتنا صارت كلاسر في الصحي، كل محافظ حاطلع 20 سيارة، مدير مدرسة حاطة 4 سيارات وياه. نعم وشوف لك هاي الناس في الديوانية تتناطى واحد تتناطى على من الفقر مالتنا. الله وكيلك عم بو حكومة هاي، أما الله وكلك والعباس كفيلك انت البط حياتي. وصلت الفكرة سيد. نعم سيد أبو علي أنا أشكر حضرتك، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك للمشاركة. دكتور صباح، يرى السيد أبو علي أن ما يحدث الآن هي لعبة سياسية للتغطية على الفساد، والدليل ربما من وجهة نظر أبو علي أن قضية إطاحة السوداني بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب والإتيان بعلي العلاق جعل الدينار العراقي يصعد قليلا ثم بعد ذلك عاود الهبوط، وكأن هي مسرحية أو كأنهم هم الذين يتحكمون بهذا الارتفاع أو الانخفاض. هل تؤمن به؟ هل تتفق مع هذا الطرح أنها لعبة سياسية أم أنها مفروضة على العراق؟ حقيقة هي ليست لعبة سياسية، وإنما قد يتم استثمارها باتجاهات للتغطية على مسائل أكبر من قيمة الدولار وقيمة الدينار العراقي الذي أجج حالة من حالات الشارع، وكذلك أيضا اختفاء الدولار فترة وظهور قيمة الدينار بهذه القيمة التي أرهقت المواطن العراقي. هي ليست لعبة سياسية، وإنما أن كما قلت أن الأمريكان أعطوهم الحبل على الغارب لإدارة المال العراقي باتجاهات مختلفة، منها سرقة، منها غسيل أموال، منها عمليات بيع العملة. نلاحظ أن لو تأتي إلى كل أشكال الموازنات نلاحظ أن نسبة الموازنة التشغيلية لو نأخذها من 2004 حتى 2016 نلاحظ لا تتجاوز 50 إلى 60% من قيمة الموازنة، ولكن نلاحظ حاليا 2021 لم تعتمد موازنة، ولكن كانت الموازنة التشغيلية قدرت بحوالي أكثر من 75%. هذا ماذا يعني؟ يعني أن هناك عملية هدر وسرقة للمال العام بوجود حالة الترهل الخطيرة جدا والبطالة المقنعة لعمليات التعيين والموظفين وغيرهم. نعم. يعني رئيس وزراء لديه 500 مستشار، كل محافظ خال 40-50 مستشار، إضافة إلى الحمايات الأمنية والأدوات، هذا كل عمليات هدر. نعم. دون استخدام هذه الأموال في إيجاد إيرادات خارج إطار النفط، وهذا هو الجوهر الأساسي الذي يعمل على حماية الدينار. طيب. يعني حتى لو هسه حاليا اتخذ قرار من الحكومة في تطبيق إعادة قيمة الدولار ب 1200 لاحظ، ولكن سوف لن يصمد بسبب أن النظام، أولا وضعوا نظام للمنصة، الأمريكان فرضوا على البنك المركزي. صحيح. العراقي أن عمليات التقديم عن طريق منصة، إضافة إلى نظام سويفت. نعم. البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ يراقب حركة الدولار ليس فقط في العراق وإنما في العالم كله، وندرك أن الديون الكبيرة جدا قدرت ب 30 تريليون دولار على الحكومة الأمريكية ديون. نعم. لشركات أمريكية أو غيرها، القطاع الخاص أو غير ذلك. ولكن نلاحظ بالعراق حاليا العملية أصبحت ليست لعبة، وإنما هناك الأمريكان حاولوا أن يزعزعون القوى السياسية الفاسدة أن ترضخ بتعاملها مع إيران، والضغط على إيران أكثر كلما تعمقت الحرب، وكلنا ندرك أن الأسابيع القادمة ستشهد حرب حقيقة تدميرية كبيرة جدا. طيب. نتيجة الدعم الغربي لأوكرانيا، ولذلك نلاحظ
الضغط على إيران سيتم من خلال تقليص وضغط الإيرادات الهاربة إلى إيران من العراق. طيب أرجع لك بعد شوية دكتور. معنا السيد أبو علي من البصرة، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. تحية لك. أهلا وسهلا يا أبو علي، تفضل. أخي العزيز، طبعا اليوم كل مواطن عراقي هو متضرر من صعود الدولار. بس أنا أسأل سؤال واحد على اللي الظاهرة اليوم واللي أمس واللي قبلها. طيب ليش ما ظهروا من كان الكاظم موجود وهو سبب صعود الدولار؟ وين كانوا هذول اللي ظاهرون؟ النقطة الثانية من بعد إطاحة صدام ولحد هذه الحكومة الأمريكان ليش ما شكلوا عقوبات على قضية الدولار؟ ليش بهاي الأيام وليش بهذا الظروف؟ المفروض نركز على هذه النقطة. طبعا ذكرها دكتور صباح قبل شوية أبو علي إذا كنت تسمع، تحدث دكتور صباح عن هذه النقطة، أنه ليش الآن الأمريكان فرضوا العقوبات أو بلشوا يضايقون المصارف الموجودة في العراق والبنك المركزي؟ تحدث عنها الدكتور صباح قبل شوية. أحسنت. طيب اولا هذه الفكره ما كانت عند الامريكان نهائيا. سبب هذه الفكره هي حكومه الكاظمي. طيب والمفروض وصلت الفكره ابو علي، وصلت الفكره. انا اشكرك شكرا جزيلا. ويانا ابو جعفر من بغداد، تفضل يا ابو جعفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ العزيز، هي كل دول العالم يعني الدوله يعني هي اللي تستورد، يعني احنا اين مؤسسه استيراد المواد الغذائيه، مؤسسه استيراد المواد الانشائيه، الحديد، الخشب، كذا. الدوله ليش ما هي تستورد؟ يعني الدوله هي تستورد وتمنع هذا الضخ اللي موجود يعني للمزايده، يعني 300 مليون دولار 400 مليون دولار. الدولة هي تتبنى، يعني احنا سابقا كانت الشركة العامة للسيارات هي تستورد تبيع المواطن. تمام. الشركة الانشائية يعني قصدك هي تستورد تبيع للمواطن حتى تتحكم بالقيمة، وبالتالي ما يرفع التاجر بكيفه، تتحكم بالقيمة. وموظف يعني دولار مذبة، اذا اكو مثلا بحثة ممكن تنطي مريض ممكن. نعم. يعني وصلت الفكرة ابو جعفر. انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا، واكرر ايضا اعتذاري للاخوة المتصلين. بدنا نحاول نختم بسرعة بس على مود الوقت. دكتور صباح، ابو علي من البصرة طرح تساؤل انه ليش ما تظاهر الناس بفترة الكاظمي؟ يعني هل تأثر العراق كثيرا بتغيير سعر الصرف بفترة الكاظمي، أم زاد التأثير وزادت الضغوطات الآن بعد أن وصل إلى أكثر من 165 ألف لكل 100 دولار؟ بالتأكيد هذه الزيادة، يعني نلاحظ أن اللي خدم الكاظمي كانت الإيرادات النفطية انخفضت. نعم. أيام فترة انتشار كورونا حقيقة انخفاض الأسعار هو الذي لم يعطي الفرصة لعملية التظاهر، لأن هناك وضع اقتصادي عالمي ومالي عالمي. نعم. يعني انخفاض أسعار النفط معنى انخفاض في الإيرادات. نعم. هذا الجانب. ولذلك نلاحظ علاوي وزير المالية السابق صرح في وقته قبل عملية زيادة قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي. نعم. لاحظ صرح عدة تصريحات، ومنها قال قد يأتي يوما لا نمتلك إمكانية دفع المرتبات. نعم. أو نحن الآن نمتلك لثلاثة أشهر. وهذا شكل من أشكال إحباط لحركة ونشاط المعارضين للسياسة الجاهلة. لكن ماذا عن الآن؟ أما الآن أدرك الشارع أن الارتفاع أصبح خانقا بالتوازي مع الإيرادات العالية، حيث حاليا وصلت الإيرادات نهاية العام الماضي إلى أكثر من 90 أو بالأحرى 100 مليار دولار. نعم. هذا
هذا حاليا تمتلك الخزانة العراقية إيرادات 90 مليار دولار، ولذلك نلاحظ قدرت مسودة الموازنة لهذا العام 23 التي لم تعتمد لغاية اليوم ولم تظهر للسطح لاعتمادها، نلاحظ تقدر بحدود حوالي 100 مليار دولار. ولذلك نلاحظ تحرك الشارع إيرادات عالية جدا ولكن زيادة في قيمة الدولار وزيادة في قيمة الأسعار للمواد بكل أشكالها، ليس فقط الغذائية، كل المواد والمركبات المستوردة ارتفعت بهذا الشكل. شكرا جزيلا لك دكتور صباح علا والخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. فيما تبقى من وقت، وطبعا الكلام الأخير للدكتور صباح وإجابة للسيد أبو علي من البصرة، فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام دعونا نتابع بعض الآراء الأخرى أيضا التي جئناكم بها من الشارع العراقي. والله اليوم جينا من أماكن بعيدة والتجمع هذا الخير إن شاء الله، نطالب من الحكومة أن تنزل الدولار. إحنا شريحة المتقاعدين، المتقاعدين الشريحة التعبانة التي خدمة الوطن 40 سنة و 50 سنة وطلعنا حمص بلا كل شيء. 500 ألف دينار، 500 ألف دينار راتب مالتنا 40 سنة للمولد، للإيجار، للمواد الغذائية، وحايرين بحياتنا. يا ابن أخوي اليوم العالم قتلها الجوع والقهر والظلم، روح شوف السوق، لا حد يقدر يشتري له بيضة، لا حد يقدر يشتري له دجاجة، ما يقدر كل شيء يشتري. أبو العائلة التعبانة الله يساعد القاعد إيجار، والله يساعد اللي ما عنده راتب، الله يساعده بالرعاية الاجتماعية، الراتب 125 ألف وهو مريض، أبو المتقاعدين. نطالب من هذا المكان الشريف ومن قناتكم الحرة أن ينزلون الدولار وأن يرحمون العالم والفقراء خاصة، ونشكركم على هذا اللقاء. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يا ابن عمي إن شاء الله إحنا إيد وحدة، يا اللي يجي إحنا صفقنا له، نقول هذا زين، شو يا رئيس يجي شو يطلع واحد أنقص من واحد، يعني إلى متى إحنا نظل هيك بسبب الدولار؟ عمي إحنا مريض، لا تعينات لا ريشي، بس خلي الدولار إحنا نشتغل، الرزق على الله، مريض لا تعينات لا شيء، يعني إحنا إيش كم دوب الدولار بمية وصل 170، إحنا شنو ذنبنا؟ من واقع بيها؟ بس الفقير، أني وأنت ودول خطي هسه العالم شنو ذنبهم؟ جايين منا متعانين، عايفين شغلهم وعايفين عملهم، إحنا شنو نريد؟ نريد يعني طلب صغير من عندهم بس الدولار ينزل استاد. احنا ملينا، احنا ايش كم دوب نظل هيك متقاعد، فاخذ السلفه 30 ورقه لمعالجه بنتي مريضه، اثناء مراجعتي صار لها 4 سنين، سنه 2019 حاس فيها عليها 11 مليون، 30 ورقه هي تسوي 3 ملايين. والله حرام عليكم، يعني دمرتون البلد، والله دمرتونها. أنا وياهم ويا المتظاهرين ضد صعود الدولار. تعبنا، يعني إلى متى؟ أنا صاحب مطعم، أسعارنا ضاعفت، يعني كرتون الزيت كنا ناخذه ب 20 أو 27 ألف صار ب 67، ما نقدر يعني، شلوننا كله بالدين، عملنا توقف. الله يساعد اللي ما عنده، الله يساعد الفقير، الله يساعد المعوق، الله يساعد الأيتام. والمشتكي لله من الحكومه هذه. المفروض احنا جايين النادي يوم هسه من هالمنبر هذا، بعد يبقى اذا هم اصحاب غيره وعدهم غيره وشرف يرحمون حالنا حال الفقراء. الدولار بسبب سياسه الدوله العراقيه وفشل الطبقه السياسيه في معالجه اشباع الشعب العراقي. يجب معالجه، طلعنا مظاهرات معالجه ارتفاع الدولار من خلال الطرق الاتيه: محاربه اللصوص والفاسدين الذين يقومون بالتحويلات الخارجية وتهريب أموال الشعب العراقي. 2، على الدولة العراقية وعلى الطبقة السياسية إقامة علاقة صداقة وشراكة ومصالح وتزاوج في العلاقات مع البنك الفيدرالي الأمريكي، لأن كل التحويلات الخارجية وحسابات النفط العراقي يمر على البنك الفيدرالي الأمريكي. لهذا إقامة علاقات جيدة من أجل خفض قيمة الدولار، وكذلك من أجل إشباع العائلة العراقية، إشباع حاجات الشعب العراقي. أنا أعتقد ارتفاع الدولار هو واقع سياسي فاسد وإدارة فاسدة في البنك المركزي، ولا يوجد لدينا قرار وطني يخدم الشعب العراقي. إذن أعيد وأكرر بالطبقة السياسية،
أن تراعي خدمات الشعب العراقي وأن تقوي دينار العراقي. استمعنا مشاهدينا الكرام إلى حديث مواطنين عراقيين من الداخل بشأن الوضع الاقتصادي أثناء هذه التظاهرات التي جرت أمام البنك المركزي للمطالبة بخفض قيمة الدولار ورفع قيمة الدينار العراقي إعادته إلى سابق عهده، كما وعد الإطار التنسيقي الذي لم يفي بوعده مثل هذا الوعد مثل كثير من الوعود الأخرى التي أطلقت وأعطيت للعراقيين لكن لم تتحقق، ويبقى المواطن العراقي هو الطرف الوحيد الذي يعاني في هذه الدوامة، دوامة الصراعات التي أدخلته فيها حكومة الاحتلال. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.